إذن مواكبة منا للقاءات التي تنظمها جمعية تطلعات نسائية بالحاضرة الإسماعيلية مكناس، نستضيف السيدة المؤطرة معنا الأخت لطيفة السفياني. إذن حول هذه التكوينات، هذه اللقاءات، كيف تبدو لكم ومن خلال تجربتكم الرائدة في المجال، كيف ترون يعني نوعية هذه التكوينات بالنسبة للمجتمع المدني وخصوصا الجمعيات؟ إذا شكرا. كيجي هاد اللقاء في إطار البرنامج اللي كتقوم به جمعية تطلعات نسائية بمدينة مكناس، على أساس أنها كتدعم قدرات وأعضاء وعضوات هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة فاس مكناس. هي كتحاول ما أمكن الجمعية على أساس أنها تدعم مهمة الهيئة، هيئة المساواة، في إطار مؤسسة مساواة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات، وكذلك على مستوى المشاريع التنموية بجهة فاس مكناس. إذن كيجي هذا اللقاء اللي كنعتبره أنا لقاء تواصلي أكثر ما هو لقاء تكويني، على أساس أننا كنطلقوا من القدرات والموارد والكفاءات اللي كتزخر بهم مدينة مكناس من أطر جمعوية جد مهمة نساء ورجال، على أساس أننا نساهموا ولو بشكل بسيط في دعم هاد الهيئات، على أساس أنهم يوليوا قادرين وقادرات، على أساس أنهم يبلوروا خطط العمل ديالهم. والجمعيه حاولت ما امكن على مستوى واحد المدار ديال اللقاءات التكوينيه والتواصليه واللقاءات كذلك اللي من خلالهم عقدت مجموعه ديال الشراكات، في اطار على اساس انها تشتغل سواء على تثبيت مقاربه النوع الاجتماعي، على مستوى التخطيط الاستراتيجي المبني على النوع الاجتماعي كذلك، التعريف والتدقيق في مهام واختصاصات واضواء سواء الجماعات الترابية أو هيئات المساواة وتكافؤ الفرص، في إطار على أساس أنها كتدعم هذه الالتقائية ما بين الديمقراطية التمثيلية المتمثلة في المجالس الجماعية، وكذلك الديمقراطية التشاركية المتمثلة في هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. إذن ونحن نتحدث عن الهيئات، هذه الهيئات التي تستفيد من التكوينات وكذلك من هذه اللقاءات التواصلية، معنا السيد أحمد، هو رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص الاجتماعي بجماعة عنشقة. إذن معنا في كلمة حول هذه التكوينات ومدى استفادتكم، وما هي يعني نصائحكم للمجتمع المدني والهيئات من أجل الانخراط والاستفادة في مثل هذه التكوينات؟ لكم الكلمة أخي الفضل. أولا يعني كنشكر جمعية التطلعات النسائية والشركاء ديالها في التكوينات اللي كتخصها يعني لهيئة المساواة يعني بالجهة. أنا أحمد تواغد، ممثل يعني رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي بجامعة عين الشقة في إقليم ولا يعقوب. كنستفد يعني استفدنا مجموعة من الدورات. هاد الدورة هذه الحالية ديال اليوم جات باش يعني يعني ندربوا على يعني إعداد آراء يعني تشاورية وتقديم يعني ملتمسات. كنعتبر يعني بان هذا العمل اللي كتقوم به يعني جمعيه التطلعات النسائيه عمل جد مهم يعني في يعني تقويه قدرات يعني اعضاء الهيئات، هيئه المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع يعني بالجهه. وكنجدد يعني الشكر طبعا لهذه الجمعيه وللشركاء ديالها. يعني إذن يعني أنتم الآن جئتم، يعني واش كاين بعض الإكراهات مثلا اللي كتعترض يعني المسيرة ديالكم خصوصا في المناطق ديالكم؟ طبعا كاينه واحد المجموعة ديال الإكراهات، خصنا نعرفوا بأن هذه هي التجربة الأولى في إرساء يعني هذه الآلية يعني التشاورية على مستوى يعني الجماعات، وبالتالي كاين يعني سوء فهم يعني الكبير سواء يعني من الهيئات يعني المنتخبة ولا كذلك حتى من يعني من الجمعيات اللي كتكون يعني هذه الهيئة. كاين
كاين هذا على مستوى ولذلك كيجي هذا التكوين هذا باش يعني تغلبوا على هاد العراقيل ونفهموا يعني الاختصاصات ديال الهيئه واختصاص كذلك المجالس ومجالس يعني التدخل وكذلك نكتسبوا مهارات يعني في اعداد يعني الملتمسات يعني والاراء الاستشاريه. من طبيعه الحال ربما العديد من الهيئات ومن يعني جمعيات المجتمع المدني تخسر الرهان لماذا؟ لأنها لا يعني ليست لها دراية في معرفة مثلا تقديم العرائض أو تقديم يعني حتى بالنسبة للترافع أمام الهيئات المنتخبة يعني كمجالس أو كمؤسسات يعني كالجهات الوصية. إذن مثل هذه التكوينات ألا تساهم في الارتقاء بالمجتمع؟ طبعا حنا يعني كسمتو يعني كنعتبروا بان هذه التكوينات يعني جد اساسيه جدا، وخاصه اننا ليس فقط يعني نتلقى يعني كسمتو يعني التكوين يعني فيما يتعلق يعني بالادوار والاختصاصات، ولكن كذلك نتدرب على المهارات، واكثر من ذلك تسمح هذه الفرصه باللقاء يعني مع تجارب مختلفه داخل يعني الجهه ديال مكناس. إذن شكرا لك على تفاعلك، نتمنى لك كل التوفيق خلال هذه التكوينات وهذا اللقاء التواصلي. وشكرا لكم يعني على الحضور معنا. إذن في أمان الله، إلى اللقاء أخي الكريم.